اتمعنوا شباب الحلوين مثل ما انتم شايفين يا اساطير. نزل سكين اسطوري حبايبنا مثل ما انتم شايفين شباب. لا وقف، وين الويب كام؟ نحن هون. هلا اولاد الجدم حبايبي الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام يا احلى ناس. حبايبنا مثل ما انتم شايفين شباب، برج المحارب اخيس حدث بكره بلعبه فري فاير شباب. هدول التوكنات، هدول احداث بيض في بيض في بيض في بيض، اكرههم. اخص الشيء لما واحد يجمع توكن تعرفوا ان شاء الله يمرق هل الفيديو على خير. اوكي حبايبنا، قبل باش مقطع يا اساطير لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام، هو شيء كثير مهم حبايبنا. احب اقول لكم شكرا لكل اسطوره، كل اخت واخو بعثوا لي رسائل بمناسبه حبيبي، والله فهمتوا علي. بتشكركم كثير يا رب، والله يبارك فيكم حبايبنا، بارك الله فيكم جميعا، شكرا لكم جميعا، وعقبال الجميع احلى الناس، وعقبالك يا حلوين. اوكي انا خلينا نرجع شباب، يلا نرجع، خلينا نركز شباب، خلاص نركز على السكين يلا. اوكي شباب، هون متبعتوا شايفين شباب عندنا 5 لفات بجوهره. اوكي نشوف الحظ، يلا ليتس جو. هلو، واحد توكن الحمد لله لوس، يلا ان شاء الله التوكن الثاني معلم حبيبي، والله الحمد وشكر لله. حلو ان شاء الله التوكن الثالث معلم، لا هيك بلشت تخرب معلم. التوكن الثالث حبيبي والله الحمد لله، باقي لنا توكن يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم، بيض يلا ان شاء الله هو، لا هلا هلا هيك بلش الوضع انا شاب حاسس. يلا التوكن يسعد دينكم، يسعد دينك، يسعد دينك، يسعد دينك شباب، وضع لوس معلم حبيبي والله. اوكي شباب الحلوين، باقي توكن واحد ان شاء الله يطلع لنا اياه باخر مره. يلا يا زلمه، يلا يا زلمه. طبعا مش والله شباب رايي انه توني نشوف شباب، نشوف الباكجات مملوكه 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 مملوكه. الصراحه شباب رح نعمل اختيار سريع، اوكي نعمل اختيار سريع شباب، نحرق ابو هالوضع كليته. والله كلكم خلينا نشوف، خلينا نشوف، خلينا نضل كمان وحده. لا نعمل اختيار سريع شباب، نحرق كليتهم. اوكي ان شاء الله يطلع لنا توكن شباب، يعني ان شاء الله يعني صراحه حبيبي والله. يلا بسم الله ابلع توكن ان شاء الله. ما في هون، ما في توكن، حرام حرام عليكم، حرام عليكم. انا حاسس انه الوضع راح يصير مو لوز لوز، الوضع ما راح يكون لوز لوز شباب. اوكي يلا نعمل توكن. اوه الثلجي حبيبي والله، يلا بدنا التوكن شباب، التوكن يلا التوكن. هو لفه وحده معلم، اضرب لفه، ما في توكن. خلاص شباب هي التوكن الاخير حيجيب لي الجلطه معلم، انا حاسس شباب اقسم بالله هذا التوكن الاخير راح يجيب لنا الجلطه معلم، هيك الامر. يلا التوكن، يلا هي 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 هي، مو هي، قول لي لك شباب وات، صدمه كبيره والله شباب. هاي ال هي كما حسيتها كان بالسكيل اللي فات تبع محمد رمضان، ها اجتنا يا زلمه حبيبي والله. كم واحد صار عندنا 50 قطعه، لازم يطلع لنا التوكن شباب، لازم يطلع لنا التوكن. خلص ابوس ايدك، طول بالك. 150 شباب رح نعمل اختيار سريع، اوكي نعمل اختيار سريع معلم. طبعا كمان 19 خلينا نضرب وحده ممكن يطلع لنا 20. يا زلمه يا زلمه يا زلمه يا زلمه، يلا هي هي هو التوكن معلم حبيبي والله. بيض بيض بيض، اقسم بالله بيض في بيض في بيض، بيض مسلوق. اربع زفات تمام، باقينا توكن واحد يا الله. لك توكن واحد يا زلمه، شو هي؟ رقصة الفنش فنش عنا اياها يا زلمه. يلا 10 لفات معلم، ما طلع التوكن، ما طلع التوكن. انا بعرف اليوم يعني الحظ خلص شباب، خلص هلا رح ينشف لي ريخي، انا بعرف هلا ريخي رح يتنشف لبين ما احصل هذا التوكن شباب. اقسم بالله ثواني ناخذ هذول، يعني اقسم بالله شباب انا بعرف، بعرف لما بدايه المقطع قلت لكم هذا الحدث مرض مرض، يعني مرض يا زلمه. ما ظهر والله شباب، شيت مان شيت مان شيت شيت ريلي شيت. ما في خلص خلص، علقت شباب، علقت 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 خلص. شنو راح نعمل؟ اوكي شباب الحلوين، خلينا نشحن جوار حبايبنا. اوكي يعني ما راح، شو راح نعمل؟ راح نشحن جوار شباب، نحاول نحصل على التوكن. يعني بقينا واحد يا الله، بقينا واحد شباب. وات از ذيس حظ البيض، ليش هيك حظ البيض معلم؟ بعتنا معلم حبيبي والله. يلا هيك شحنا الجواهر شباب، هيك شحنا 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 الجواهر، وصلنا الجواهر يا بوي. يلا التوكن معلم، يلا التوكن معلم. لا معلم لا 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 لا، ثواني نطلع شباب،
رجعنا تشوف له هون مرات بتلقلق اللعبه. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. يلا هي مو هي ضرب واحده هيك معلم. مرات شباب بعمل ضربه واحده بيطلع. هوبا حبيبي والله نايس معلم. هيك جبنا السكن يا بوي. يخرب بيت سنتك. افتح تزويد معلم. هاتو هذا معلم. شوفي هون خلينا نعمل هذول. والله شباب ما بعرف شو بداخلكم شو نعمل في هذول. خلينا نطلع على المطار على الخزنه. نروح على الخزنه وخلاص. روح معلم روح روح حجي روح 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 ول 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 ول. خلاص هيك زبطنا الوضع شباب. هيك الوضع صار لوز اللوز حبايبنا. طبعا شباب يعني والله حرام اقسم بالله حرام. اوكي شباب هذا هو السكن حبايبنا. طبعا السكن شباب كثير حلو يعني صراحه من السكنات المنتظره انه تنزل شباب انه ترجع تنزل بس صراحه شيء باللوز. اوكي شباب راح ندخل نجرب السكن شباب. طبعا حبايبنا ندخل نجرب هيك عادي اوكي. طبعا حبايبنا الكرام بحب اذكركم يا احلى ناس لا تنسوا تروحوا على قناتنا يا شباب. ننزل لكم مقطع شباب اخر مقطع. طبعا اخر فتره بصلي لي تقريبا يمكن اسبوع ما منزل ولا فيديو على قناتي الثانيه شباب. لهيك اصبروا علينا يا شباب نظبط الوضع تعرفوا. راح نرجع ننزل لكم فيديوهات اسطوريه هناك على قناه ثانيه احلى ناس اوكي. راح احط لكم رابط تحت بالوصف. بتمنى كل وصوله الشباب عم يشاهد المقطع ينزل ويشوف المقطع شي لوز لوز. اوكي شباب السكن الارنوب يا بوي هات لشوف. والله شباب حابب اجرب شيء بدل السكن شباب. حابب ادمج يعني شوف شباب الام بي 40 ارنوب وكلش ارنوب شباب يعني واي 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 واي. طبعا شباب جتني فكره اسطوريه شباب راح ادمج اسهل السكين مع شيء ثاني راح نخلي كله ارنوب يا بوي. هذا شو وات والله شباب يعني صار لي يومين لعبان شوي كل تعبان بس نو بروبلم شباب راح نرجع بقوه وسوف يندمون وسوف الجميع يندم حبايبنا. هات لشوف والله راح ليه ما عندي تعبان شباب. يلا ولا يخرب بيت سنتك يخرب بيت سنتك شباب الحلوين. طبعا رح نظبط تشكيله اسطوريه شباب. رح نظبط تشكيله اسطوريه شباب بعد ما نطلع شباب. جتني فكره اسطوريه شباب. يا بوي ابلع ولك ابلع ولك. ويل ابلع يا اخي وات شو انا صاير نوم شباب حبيبي والله. آه شباب رح فرجيكم شباب راح اعمل تشكيله اسطوريه شباب وبدي اياكم تعطوني رايكم بالتعليقات حبايبنا ليديز اند جنتلمان. اوكي خلوني معكم خلينا نجي ندخل على الخزنه حبايبنا. اوكي طبعا هذا بالسكين فيه النظارات النظارات وحبيبي والله بس ولكن طولوا بالكم شباب راح نعمل شيء اسطوري. اول شيء راح نحط راس الارنوب شباب. ويا بوي الوضع صار شباب لوز اللوز. بس لا ما راح احط راس الارنوب شباب راح نحط راس ثاني حبايبنا. راح نحط راس الساكورا شباب اللي وين راح لا مو هذا معلم حبيبي هيك شباب وضع صار لوز نمبر 2 شباب خلوكم جاهزين. طبعا حبايبنا بما انه السكين هذا التشكيت تبعه شوي ضخم حبايبنا اللي هيك يا اساطير راح نحط له هذا السكين شباب وهيك الوضع صار لوز 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 شباب. طبعا حبايبنا مثل ما انتم شايفين عنه صار البنطال اوكي ارنوب ما ارنوب وكلش ارنب ارنب شباب بس ولكن شباب باقي الحذاء. الحذاء انا باقي لكم شو راح نحط. اوبا حبايبنا مثل ما انتم شايفين شباب راح نحط شو حذاء فاير باس الثاني. وات ايه ها لوز شباب اعطونا لكم بالتعليقات حبايبنا الكرام بهذه التشكيله الاسطوريه شباب. تشكيله شباب ان شاء الله اول ما ارجع على البثوث المباشره راح العب هذا السكين يا صديق بس ولكن حابب يعني بما انه شباب راح اقدر العب يعني بس حبيبي والله الحمد لله حبيبي والله. اوكي تعال ناخذ الشوتجن شباب. والله شباب كثير متحمس للبثوث المباشره اقسم بالله حبيبي. ولا يهمكم شباب رح نرجع على البثوث المباشر على الفيس ولا يهمكم. خلينا هيك شباب نحمي شوي هيك يعني نحاول ما نضيع الايم تبعنا شباب حبيبي والله. تعال هون وينها وينها وات وين الناس وين الناس معلم 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 وين الناس. تعالوا اعطوني لكم معلم وينكم يا اخي وين الناس. انا لحالي وين بالتدريب ولا شلون وات وينهم. هل انا لحالي شباب هل انا لحالي ولا كيف معلم حبيبي والله. ها وينن 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 هيب واحد حبيبي وين رايح. تعالوا تعال
تعال يا قلبي تعال. ايه تمام يلا ها نشوف الايم عبر نشوف موجود ولا لا. الايم موجود ولا لا يا شباب؟ الايم مو موجود. الايم رايح الايم موجود. اه مش حمراء كلها بدنا اه مش لونها حمراء يا شباب. والله الوضع مش لوز اللوز. يا وسخ وش عم تعمل هي؟ شو عم تعمل هي يا زلمه؟ ملقلقة يا الله ملقلقة. ايه عجي وين؟ يا اخي ايه ما عندي اوبا ها شباب الان الوضع صاير لوز اللوز حبايبي. خلينا نطلع. ها قتلني قتلني يا زلمه الوسخ ربيت انتك. اوكي حبايبنا الكرام هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم يا اساطير. ان شاء الله عجبكم مقطع حبايبنا. نلتقي قريبا ان شاء الله شباب بالبثوث المباشره على الفيس يا احلى ناس. طبعا الكل بيعرف الوضع شوي هيك حبيبي والله. اوكي بنشوفكم بالبثوث ان شاء الله عن قريب حبايبنا ومقاطع جديده على اليوتيوب يا حلوين يا حلوين. لا تنسوا شباب القناه الثانيه شباب اتمنى تكونوا صوروا مش مشترك هناك اشترك وفعل زر الجرس وشاهد مقاطع الجد شباب كلياتهم ويعطينا لكم بالتعليقات هناك. اوكي ليتس اند جنتلمان نشوفكم على خير حبايبنا. سلامات موفقين جميعا.